أسئلة. أولاً نبدأ بالموضوع يلي أثر الزلزال في عدد الأقاليم زلزال الحوثي. إحنا هدفنا الأول كان منذ حدوث هذه الفاجعة هو كيفاش نعود يرجعوا الأقسام يرجعوا للدراسة ديالهم. ممكن يقول لكم بأن رغم كل الصعوبات ورغم بفضل تجند الرجال والنساء التعليم ديال المنطقة والتضامن اللي تم مع عدد كبير ديال الأقاليم والتضامن اللي تم مع المجتمع المدني، هذا ساعد باش واحد تقريبا كنا نقولوا 15 يوم بعد سميتو تلامذ لقينا حلول باش يستأنفوا الدراسة ديالهم باش ما تتعبوش السنة الدراسية. البعض منهم تحت خيام، البعض منهم تم تنقيلهم المؤسسات خارج الإقليم في داخليات، البعض منهم الأقسام اللي هي موجودة بدينا نديرو فيها لي روتاسيون، كاين اللي تيقرا في الصباح كاين اللي تيقرا في العشية كاين سميتو، البعض منهم نوع ديال الاكتظاظ في المنطقة. وكانت واحد المواكبة نفسية اللي هي جد مهمة اللي تمت خلال هاد الفترة. نفس الشيء منظومة جندت العمل مع شركاء اللي ساعدوا باش تكون هاد المواكبة باش نتجاوزوا هاد الفترة ديال الأورجونس اللي كانت. المرحلة الثانية احنا اشتغلنا على كيفاش نضمنوا أو نحسنوا ظروف الدراسة، خاصة اللي أخذنا بعين الاعتبار بأن هناك طقس هذه المناطق هو طقس صعب واللي تجعل بأن الحلول الأولى اللي كنا لقيناها غير كافية. ممكن نقول لكم بأن هذه العملية ساعدت اولا تدريجيا دزنا داك الخيام اللي كانت مع كنا تنخدموا بالخيام التقليديه ديالنا، الخيام اللي هي ملائمة مع الحاجيات، دزنا داك لي موديول اميناجي، حسنا ظروف استقبال ديال التلاميذ، وفي نفس الوقت بدينا الدراسات البي 2 دراسات تقنية والدراسات الهندسية الضرورية بعد ما تم فحص كل المؤسسات، لأن كان الهدف ديالنا هو كيفاش نضمنوا السلامة ديال التلاميذ، ما يدخلوش شي مؤسسة وقع فيها غير بعض الشقق اللي هي قليلة، ولكن إلا ما كانش عندنا الرابور اللابوراتوار اللي تضمن بأن السلامة مضمونة ما كانش تيدخلوا تيستعملوش داك الأقسام فيها. هذا اللي ساعدنا باش يكون عندنا واحد دابا الآن عندنا واحد اللائحة. حنا اشتغلنا على أساس عندنا دابا الدراسات كلها انتهت، عندنا هذا المجهود جعل بأن تقريبا ما بقاش عندنا التلاميذ تحت الخيام من غير الشيشاوة اللي مازال فيها 90 خيمة، الأقاليم أخرى كلها مابقاش خيام، مابقاش عندنا التلاميذ اللي هما في هذا الدخول المدرسي موجودين في داخليات خارج الإقليم ديالهم، دونك وفرنا مقاعد داخل الأقاليم في قرب من العائلات. وفي نفس الوقت مشينا في اتجاه هذا البرنامج اللي قلت درنا له الدراسة. اولا وفرنا له الحكومه وفرت واللجنه الوزاريه اللي تجتمع تحت رئاسه السيد رئيس الحكومه بصفه منتظمه وفرت لهذا البرنامج واحد 3 مليار و500 مليون ديال الدرهم على حسب الدراسات اللي احنا نجزناها باش نمولوا هذا المشروع. انطلقنا من الفكره بان من الصعب نطلبوا من داك الاكاديميات لا ديال مراكش ولا ديال سوس باش هما يدبروا
هذه العمليه ديال الصفقات ويخليوا الجانب التربوي يبقى مكلفين غير الجانب اللي هو ديال اعاده البناء. هذا اللي تيفسر علاش حنا اشتغلنا باش يكون ميتريز دوفراج ديليغي مع سي جي اي مانجمنت اللي وضعت واحد الفريق للامانه بدا يشتغل بصفه منتظمه، واللي هذا العدد ديال المؤسسات اللي تم الترميم ديالها او البعض اللي تم عطينا انطلاقه ديال الاوراش، يمكن نقول لكم بان الوتيره ديال هاد الورش غترتفع اسبوع بعد اسبوع، واللي حنا هذا تيساعدنا بان حنا اعتبرنا ما نبقاوش نعينو اخر السنه تيكون كل شيء انتهى، عاد التلامذ ينتقلوا لهاد المؤسسات اللي تم تأهيل ديالها او تم اعاده البناء ديالها جزئيا او كليا. ولكن خلال السنه هناك بعض العمليات اللي غتتم باش التلامذ يكون كل ما المؤسسه تم تحسين الوضع ديالها يدخلوا لها.